ذهبت إلى أداء فريضة الحج في العام الماضي ونويت الحج مفردا، وبعد السعي قصرت سعري لعدم العلم، ما حكم الشرع فيما فعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعلوم أن المفرد لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أو أن يقص شيئا من سعره أو أن يفعل أي محظور من محظورات الإحرام إلا بعد أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد، هذا بالنسبة للمفرد وللقارن أيضا. نعم. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في حق من ساق الهدي وكان قارنا، وكذلك المفرد من باب أولى. فما حصل من السائل من أنه قص من سعر رأسه ولم ينوي فسخ الحج من العمرة وإنما استمر على نية الإفراج، فهذا يعتبر منه خطأ وفعلا لمحظور من محظورات الإحرام، ولكنه يعذر بالجهل كونه لم يتعمد على الصحيح. وإن أراد أن يكفر بأن يطعم 6 مساكين للمسكين نصاع من الطعام، أو يذبح شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، فهذا أحوط وأبرأ للذمة، لأن يفعل الفدية كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذي يحلق شعره وهو مسلم متعمدا وذلك لعذر شرعي مثل أن يكون في رأسه مرض أو قمل كما هو سبب نزول الآية، أو فعله جاهلا، فإنه أهل الأحوط يقدم الفدية التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا. كيف فالح لو أجلتم لي بالنسبة للإطعام نصف كيلو من الطعام، كم يعدل بالنصف ساعة؟ قلتم كم يعدل بالكيلو؟ جزاكم الله خيرا. يعدل كيلو نصف، نصف الساعة النبوي يعدل كيلو نصف، جزاكم الله خيرا. ويكون في مكة الإطعام يكون في مكة على فقراء مكة، نعم، والذبح يكون في مكة، أما الصيام فيجوز في أي مكان. بارك الله فيكم، وهذا من باب الاحتياط كما يقال. جزاكم الله خيرا.